عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهندس هذا حاله مثل ما تشوف، شوف العرق، هذا حال المهندس العراقي. المهندس العراقي اللي طور بلدك 65 يوم هذا حاله بالعرق والارهاق وحالات اغماء، وبالمستشفى هاي مستشفى اللي يرموك يشهدون علينا، قاموا يعرفونا يومين مودي لهم حاله حالتين. هذا حالنا، احنا نريد حقنا، ما نريد مو عندنا مطلب داي نطالبك به، حقنا هذا التعيين المركزي، حقنا نريد تعيين مركزي. انا مهندس خلصت 16 سنه درست تعبت، اهلي يريدون ثمر جهدي، يريدونها، يريدون ارجع اقل استحقاق لاهلي، ارجع لهم فشي فرحه لهم. يعني 16 سنه انا لو علو عارف الدراسه ورايح صاير تاجر احسن لي من الحاله هذه. والله ملينا، يجيب مهندس اجنبي من غير بلد ب 5000 دولار 6000 دولار 7000 دولار، احنا هاي الشغل بها اربع مهندسين خمس مهندسين يرضى واصحاب كفاءات، ليش يجيب المهندس الاجنبي؟ ليش ما شغل المهندس العراقي؟ ليش انت ما تريد تطور بلدك؟ ليش تخلي هاي المهندسين معطلين؟ عددنا بالالاف وصل، ليش؟ يعني بس اريد افتهم شنو السبب. ماكو اي استجواب، كل اسبوع نطلع تصعيد، تجينا خليت المتابعه، صعدنا المطالب وان شاء الله راح نعطيكم اخبار ايجابيه، وماكو كل اخبار طبعا للامانه كلها كذب بكذب. واحنا هذا التصعيد ان شاء الله راح نبقى اليوم باقيين الا ناخذ حقنا، الا ناخذ كلام من عندهم. ما يصير احنا كل اسبوع نسوي تصعيد وتجينا خليت المتابعه وانا صعدت لكم. وللمعلومه الاسبوع اللي فات صعدنا نفس الحاله وطلعت لنا خليت المتابعه وقالت لنا هذا الكلام نصا، الا متى تبقى الحاله هيك؟ احنا نريد حقنا، هاي امهاتنا وهاي اخواتنا، واحنا المهندسين اخوانكم بالله الكريم. يعني هل يعقل لو اني ابن مسؤول، لو اني ابن احد الاشخاص، كان تقبل انه انا اقف بهاي الشمس لمده 65 يوم؟ لا والله ما تقبل لمده اصلا يوم واحد، ما تخلي ابنك او احد من اولادك المسؤولين يوقف هنا ويصير حاله حالنا، ما ظل عندنا لقمه خبز ناكلها. يا اخوان اسمعونا، احنا مهندسين ترى اصحاب شهادات، بس خلي يفهم علينا هاي النقطه، طبعا خلي ركز عليها وما يعرفونها زين. الارهاب يجي بهذا السبب، من ما تعين صاحب الكفاءه، من ما تعين الناس تظلمها، يجيك الارهاب شي يسوي غرك بالفلوس. الناس من تضطر، اذا امه مريضه تريد تسوي عمليه، تريد تسوي شيء، وهو صاحب كفاءه ايش راح يسوي؟